ومن يقول الشعار الله يعافيهم من يسمع خذوا عنا القصيد. والله ابدعوا الحقيقه بيض الله وجيهم جميعا على دربكم حنا. والشيخان الله يوفقهم من يسمع خذوا عنا الحديث والروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحنا وش باقي لنا سالفة اللي يقول لنا الله الصلاة على الرسول. اللهم صل على رسول الله الشايب اللي يقول لنا شايب ونوي بعد في المناشي فوق وشيل المناشي للطرق شيء نقبابه. يا سلام قصيدة طالت حياتكم من يسمع من يقول يقول قال المعنى مستلم نوبتي في الباب أدارجي هموم في غبة صدر تكويني سار البرق أشعل صوب ديرة هل الثلاب سار البرق أشعل صوب ديرة وعيني رديت أنا الونة تذكرت أنا الأصحاب تذكرت رسم الطيب والمذهب الزيني ويا حن قلبي حن عفرا على مغراب حدها عن الجمة خطات الانفليني ويا ونتي ونت يتيم ورا الأقناب تغربي بالمكسب وجافها له الديني شكوه فتبت عسره فصك عليه الباب فحطوه جالس سجن في الموقع شين وقام يتوجد وجد من عض رجله داب وقام يتذكر لابته ولو خيين وقام يتذكر عشرة اللي معه كذاب ويلا حصم الراتب خذوه الديايني. قال يا طويل العمر في الحقيقة وش نقول؟ نقول إن شاء الله مجلس نشامة وعلوهم غانمة وسأل الله التوفيق للجميع فإن على كل شيء قدير. عندنا قصص واجد وعندنا يا طويل العمر من تواريخ الرجال اللي شروها من يسمع لكن ما نبغى نقطع بالمجلس على خويانا كلن ياخذ دوله فيني. صلى الله على محمد بيض الله وجهك. حنا والله ودنا كل واحد من الزملاء يشارك مشاركة بسيطة إسهام في المجلس ونغير ونبدل علشان إيش المشاهد ما يمل قصيدة نعم. حكمة سالفة موقف طريف مر على الإنسان في حياته يستفيد.